السلام عليكم. هنبدأ إن شاء الله في الفيديو ده نكمل مع بعض البيزك كونفيجريشن سواء للسويتش أو للراوتر. هنبدأ نشتغل على البرنامج اللي هو سيسكو باكيت تريسر عشان نعمل سيموليشن. هنفتحه طبعا في البداية كده. ده البرنامج هيفتح معاك بالشكل ده كده، هتلاقيه كبير شوية. تمام، ده لو فتح معاك بالشكل ده كده هنعمل ايه؟ هنقفله وهتيجي تقف عليه هنا كليك يمين، وتيجي على البروبرتيز، وتيجي على الكومباتيبلتي، وتيجي تحت هنا في التشينج هاي تي بي اي سيتنج. تمام، وهتختار بدل ما هي ابلكيشن هتختار ايه؟ هتختار سيستم. تمام، وهقول له اوكي. اوكي، تعال نفتح تاني كده الباكيت تريسر ده. هل البروبلم ستيل موجود ولا لا؟ هتلاقي زي ما انت شايف ان هو بدأ ايه يصغر معانا كده بالشكل ده كده بقى، حتى ايه شكله كويس نعرف نتعامل معاه اكتر بدل ما كان شكله كبير في الاول. طبعا زي ما احنا شايفين ده الباكيت تريسر، دي الديفايسز نتورك ديفايس. لو ضغطت عليها هتلاقي دي حاجه هنا، دي الراوترز اهي، دي الرواتر. ممكن تشيل من هنا وتحط دراج دروب، تيجي مثلا دي السويتشز هتلاقي دي السويتشات بتاخد وتحط هنا. انت لو عاوز بي سي فهتيجي من هنا، دي الاند ديفايس اهي، هتلاقي دي الاند ديفايس، هتلاقي البي سي واللابتوب وكل حاجه وتشيل وتحط. هتلاقي في حاجات تانية هنا زي الهوم، لو ضغطت عليها هتلاقي حاجات اهي زي المروحة، تلاجة، مش عارف ايه، هتلاقي حاجات كتيرة اهي. تمام، في هنا وغيره وغيره. اللي يهمنا برضو هنيجي هنا على دي، هتلاقي اسمها كونكشنز، هتضغط عليها هتلاقي الايه كونكشن زي ما انت شايف كده. لو وقفت هنا هتلاقي بيقول لك ايه اوتوماتيكلي تشوز كونكشن. طب دي هتلاقي كونسول، هنا هتلاقي كبر ستريت ثرو، وهنا كروس اوفر. تمام، تمام. لو فدي برضو ايه ممكن نكون عارفينها، اللي هي الكروس اوفر ما بين جهازين، يعني الاجهزه الايه المتشابهه بنوصلها بكروس اوفر. تمام، لو سويتش مع سويتش، راوتر مع راوتر، وهكذا. طب الستريت ثرو دي الاجهزه المختلفه، يعني راوتر مع سويتش، او سويتش مثلا مع بي سي. تمام، ده ستريت ثرو، اجهزه مختلفه. كروس اوفر اجهزه ايه متشابهه، ممكن تريح دماغك وتوصل بالاوتوماتيكال على طول. تمام، دي اوفر فيو سريعه كده عن شكل ايه الباكيت تريسر، وهنبدا نعرف اكتر عنه في البدايه كده. خلينا ايه نشوف الدنيا هتمشي ازاي. انا عندي في الاول كده ده شكل الايه السويتش زي ما احنا عارفين، وده شكل مين الراوتر، ده راوتر وده سويتش. اول حاجه لازم نكون عارفها في البدايه كده ان انا عندي 5 مودز او 5 مودز. ايه بقى المود دي؟ تعال نشوف. اول مود عندنا اسمه اليوزر مود، اليوزر مود. تمام، طب ده بيكون عامل ازاي؟ بيكون مثلا اسم السويتش او الراوتر. تمام، ده الاسم ده ما يخصناش دلوقتي، سويتش او راوتر مش مشكله، بس اللي يهمنا مين علامه اكبر من دي. اكبر من معناه ان انا فين في اليوزر مود. تمام، ده كويس، ده اليوزر مود. في مود تاني اسمه الايه البريفليجد مود، بريفليجد مود. طب ده عامل ازاي؟ بيكون برضو ايه في هنا الاسم سويتش مثلا، اسم السويتش او الراوتر، ممكن يكون سويتش او راوتر او اي اسم مش مهم، وفي علامه ايه هاش. فاللي يهمنا مين الهاش، فانا اول ما اشوف اكبر من يبقى انا كده فين في اليوزر مود. طب لما اشوف الهاش كده الاسم السويتش وبعدين هاش، فانا كده في البريفليج دي، في البريفليج مود. في طبعا مود كمان تالت معانا، ايه هو؟ هو الجلوبال كونفيجريشن. ايه جلوبال كونفيجريشن مود؟ كونفيجريشن مود. طب ده بيكون شكله عامل ازاي؟ بيكون اسم السويتش بالشكل ده او اسم الراوتر، و مفتوح ما بين قوسين كده في كلمة config وهاش. فأنا أول ما أشوف هاش وconfig على طول ده إيه يبقى أنا كده فين في الجلوبال configuration مود. في آخر اتنين معانا اللي هما السبيسيفيك شوية، في مود اسمه interface مود، interface مود. طب ده بيكون شكله عامل إزاي؟ بيكون شكله عامل بالشكل ده كده، يعني مثلا كلمة switch اسم الجهاز السويتش أو الراوتر، ومفتوح ما بين قوسين config داش اي اف. اول ما اشوف دي كده بالشكل ده يبقى انا فين في الانترفيس مود.
اخر مود معانا بقى هو مين؟ هو اللاين ايه؟ اللاين مود. طب شكله عامل ازاي اللاين مود؟ بيكون اسم الجهاز سواء السويتش او الراوتر بالشكل ده كده، وكونفج داش لاين. فانا اول ما اشوف دي كده يبقى انا فين؟ في اللاين ايه؟ في اللاين مود. فدول سبيسيفيك شويه، الانترفيس واللاين. فانا كده عندي ايه؟ عندي 5 مود. اول مود معانا هو اليوزر مود، تمام. تاني ده اليوزر مود بيكون عامل ازاي؟ اكبر من بريفليجد، بيكون فيه هاش، اسم السويتش هاش. طب الجلوبال كونفيجريشن بيكون فيه كونفيج هاش. بعد كده الانترفيس اللي هو كونفيج داش اي اف، اختصار للانترفيس يعني. وبعد كده عندنا اللاين مود اللي هو كونفيج داش ايه داش لاين. لاحظ لو انت في اليوزر مود، تمام، في اليوزر مود اللي هو ده، وعاوز تروح للبريفليجد مود هتكتب كلمه انيبل. ده كويس جدا. طب لو انت هنا في البريفليجد مود وعاوز تروح للجلوبال كونفيجريشن مود هتكتب ايه؟ هتكتب كوماند اسمه كونفيجر تيرمينال. كونفيجر ايه؟ تيرمينال. ده كويس. يبقى انت هنا فين؟ في الجلوبال كونفيجريشن مود. لاحظ ان اي اوامر عاوز تطبقها على السويتش ككل او على الراوتر ككل بتكتبها مين؟ فين؟ هنا على الجلوبال كونفيجريشن ايه مود. ده جلوبال، عشان كده سموه جلوبال، اي حاجه تطبق عليه. طب لو انا عاوز اروح الانترفيس مود او اللاين مود اروح منين؟ إيه؟ اتروح من الجلوبال كونفيجريشن مود. فانت هنا لازم تقف هنا. انت لو انت يعني عاوز تروح على الانترفيس مود او اللاين مود، فانت هتيجي تقف هنا على الجلوبال كونفيجريشن مود وتروح لمين؟ للانترفيس مود. طب هتروح له ازاي؟ عادي، هتكتب كلمه انترفيس وبعد كده تكتب الفتحه بقى اللي انت هتروحها، يعني جيجا مثلا 0 على 0. هنشوفها مع بعض كل الكلام ده هنشوف. طب لو انت في الجلوبال كونفيجريشن مود وعاوز تروح لللاين مود هتروح ازاي؟ عادي، ممكن تكتب لاين حاجه زي مثلا لاين كونسول 0، تمام. هنشوف الحاجات دي مع بعض. فده اوفر فيو كده سريع عن المودز اللي احنا ممكن نشوفها، سواء يا اما في السويتش يا فين في الراوتر. يوزر مود، بريفليجد، جلوبال كونفيجريشن، انترفيس، ولاين مود، وعرفنا شكل كل واحد عامل ازاي. طب تعالى نعمل الحاجات دي. لاحظ قبل ما نعملها لو انت عاوز ترجع، يعني انت هنا مثلا في الجلوبال كونفيجريشن وعاوز ترجع للابليك، ترجع ازاي؟ ببساطه شديده هتكتب اكزيت هيطلعك للابليك. فانت اي مود عاوز تطلع للابليك هتكتب كلمه اكزيت. طب تعالى نشوف الكلام ده هنا. خلينا نحذف دول، تمام، ونسيب مين؟ نسيب السويتش بس. على اول ما هتفتح السويتش اهو هنيجي على فين؟ على سي ال اي اللي هو اختصار لكوماند لاين انترفيس. هنضغط عليها، هو بيقول لي بريس ريتيرن، لازم تضغط بالماوس هنا كده وبعد كده اضغط انتر. اهو ايه اللي ظهر لك؟ سويتش، كلمه سويتش، وبعدين اكبر من. اكبر من معنى كده ان احنا فين؟ اهو في اليوزر ايه؟ في اليوزر مود، تمام. طب لو انا عاوز اروح للبريفليج هكتب كلمه ايه؟ انيبل. اهو تعالى بقى نعمل ايه؟ هنكتب كلمه ايه؟ انيبل. لاحظ ممكن تكتب اول حرفين من الكلمه او اول حرفين ثلاثه وتضغط تيبل. تاب، حرف التاب عندك هتلاقيه في الشمال على الكيبورد، تضغط تاب عشان هو يكمل لك الكلمه وانت ما تغلطش فيه. اضغط هتلاقي فيه ايه؟ حولك، انت كنت في اليوزر مود اهو اكبر من، كتبت انيبل وداك فين؟ البريفليجد مود اللي هو هاش. طب لو انا عاوز اروح من البريفليجد فين؟ من البريفليجد اروح لمين؟ للجلوبال. هكتب ايه؟ كونفيجر ايه؟ تيرمينال. فهاجي هنا اهو هكتب كونفيجر، ما تكملش الكلمه واضغط تاب، اهو بيكمل لوحده. تيرمينال، ها تاب بيكمل الكلمه لوحده. كونفيجر تيرمينال وداني فين؟ اهو على السويتش كونفج بالشكل ده وبعد كده ايه هاش. انا كده فين؟ في الجلوبال كونفجريشن ايه؟ جلوبال كونفجريشن مود، تمام. ده كويس جدا. يبقى احنا كده عرفنا الايه؟ كل الثلاثه مودز اللي عندنا دول، اليوزر والبريفليجد والكونفج، وبعد كده الايه؟ الانترفيس مود واللاين مود. هنشوفهم برضو مع بعض، الانترفيس واللاين مود، تمام. بعد كده احنا عاوزين نعمل ايه؟ نوصل السويتش ده ونعمل له اعدادات. طب احنا هنعمل له اعدادات ازاي؟ في اول طريقه عندنا احنا قلنا الايه؟ الكونسول. يعني في الفيديو اللي قبل كده احنا قلنا كونسول او تيلنت او اس اس اتش.
فانا عشان اوصل كونسول بالشكل ده فانا هعتبر ان مثلا ده السويتش، تمام. هروح اجيب كيبل اسمه كونسول كيبل، وهجيب مين جهاز، وابدا ايه اوصل. فدي اسمها الكونسول، ايه طريقة الكونسول. طب دي نعملها ازاي؟ تعال نشوف كده. هنجيب جهاز اهو، ده المفروض اللي احنا هنعمله ايه في الواقع بقى، لكن انت هنا ممكن تخش عادي وتعمل كونفيجريشن عادي، ده عشان باكت تريسر. انما انت في الواقع انت بيكون معاك الاي سويتش، فانت محتاج تاكسسه. هتاكسسه ازاي؟ هتجيب الجهاز اهو، وبعد كده هروح في الكونكشن ادور على مين، على الكونسول. ده الكيبل الكونسول، ظهرت الكلام بيظهر تحت اهو. فانا هاجي هنا على الكونسول اختاره، واجي هنا على السويتش، هتلاقي فتحه اسمها ايه كونسول فوق اهي، هنضغط عليها. وبعد كده هنروح على الجهاز ونضغط على الفتحه اللي اسمها RS232، نضغط كده. انا كده التوصيله بتاعتي دي ايه، توصيله كونسول، اللي هي اول طريقه معانا، تمام. احنا قلنا ان احنا عندنا كونسول ثلاث طرق، يا اما كونسول او ايه او تيلنت او اس اس اتش. عندي ثلاث طرق، تيلنت، اس اس اتش، وكونسول. فاحنا المرحله الاولانيه اللي هي الكونسول. كونسول يعني انا هقف جنب السويتش واجيب كيبل واجيب ايه الجهاز، وابدا اعمل كونفيجريشن، تمام كده، تمام. فانت هتيجي ايه على الجهاز ده وهتفتح التيرمينال بقى، يعني هتيجي هنا وتفتح التيرمينال وتبدا تعمل ايه الكونفيجريشن. فاحنا هنيجي هنا على الجهاز اهو، ونروح هنا فين، في الديسك توب دي، ونفتح مين التيرمينال. اول ما هتفتح التيرمينال هيقول لك دي البورت كونفيجريشن، هقول له ماشي اوكي، هتلاقيه دخلني فين على السويتش. حتى لاحظ كل الحاجات اللي احنا عملناها انيبل اهو، دخلنا وهو واقف حتى هنا اهو، تمام. يبقى انا دي الطريقه الاولانيه ان انا بخش بيها على السويتش عشان اعمل له الايه الاعدادات عن طريق الكونسول. اجي من هنا، تمام، اوصل التوصيله كونسول كيبل، واوصل هنا بالكونسول، وهنا ار اس 2 ثلاثة اتنين بالفتحة دي، وابدأ اخش هنا على التيرمينال. هلاقي الايه، يبقى انا هلاقي كل الاوامر بتاعة السويتش، وابدأ اعمل له الايه الاعدادات زي ما انا عاوز. فدي الطريقة الاولانية اللي هي الايه الكونسول. ممكن اكتب هنا اكزت، لو انا عاوز ارجع هيرجعنا اهو البريفليج دون. طب لو ضغطت اكزت كمان هيرجع لفين، للانيبل، لليوزر مود، تمام كده، تمام. فدي اول طريقة معانا. انت ممكن تدخل من هنا عادي وتعمل كونفيجريشن على طول اهو، انيبل وهكذا. بس زي ما قلنا ده في الباكت تريسر عشان ده سيميوليشن، لكن في الواقع بت ايه بتوصل الجهاز. هنعمل ايه لو احنا عاوزين نغير اسم السويتش؟ هنغيره ازاي؟ طبعا هتروح في الكونفيجريشن مود، في الكونفيجريشن مود اهو، وتقول له ايه هوست، ايه هوست نيم، وهسميه مثلا حسين. فانا كده كتبت الامر ده، وه ايه وتحط الاسم اللي انت عاوزه، او مثلا تسميه اس دبليو مثلا سويتش. طب لو انت عاوز تشيل الامر ده عادي جدا، هتروح برضو على الجلوبال كونفيجريشن مود، تمام، على الكونفيج، وهتقول له نو ايه نو هوست نيم، هوست نيم يعني شيل الهوست نيم. طب تعالى نجربها كده اهو. هنيجي يا اما تخش من هنا او من هنا براحتك. هنروح فين؟ هنروح على الجلوبال كونفيجريشن، هنقول كونفيجر تيرمينال، وهنيجي هنا نقول له هوست نيم اهو. على طول تضغط تاب، هسميه مثلا وليكن حسين بقى بالشكل ده كده. طب لو انا عاوز اشيل حسين دي وارجعها لاصلها، هقول له نو هوست ايه هوست نيم، خلاص رجعها لاصلها تاني، تمام كده، فيها مشكله؟ فانت اي امر كتبته عاوز ترجعه او تشيله تحذفه، ممكن تقول نو واسم الامر، تمام. تعالى بقى نكمل مع بعض نعمل ايه. اول حاجه لو انت يعني السويتش ده زي ما انت شايف كده، يعني ايه، فرضا ان انت في الشركه والسويتش عندك كده، لو احنا جه اي واحد من الشارع وراح جه وهو معاه لابتوب وجاب كونسول كيبل ووصل بالسويتش ودخل، طب ما هو هيدخل وممكن يبوظ لي الدنيا، صح؟ يبوظ لي الاعدادات بتاعت مين، السويتش ده اللي انا عاملها، يبوظ لي الدنيا. ففي الحاله دي احنا محتاجين نحط ايه، برافو عليك، محتاجين نحط يوزر نيم وباسورد، بحيث اللي يجي يخش يقول له استنى انت راح فين، الموضوع مش كده. ففي الحاله دي احنا محتاجين نعمل ايه، سكيور. اول حاجه معانا سكيور لمين،
لليوزر مود. اليوزر مود او ممكن نقول عليها سكيور للكونسول، للكونسول ايه مود. تمام، دي اول حاجه معانا، ان احنا عاوزين اول ما يجي يخش على السويتش يقول له استنى انت رايح فين. طب دي هنعملها ازاي؟ هتيجي بكل بساطه على الكونفج مود، على الكونفيجريشن مود، وهتقول له لاين كونسول 0، لاين كونسول 0، وبعد كده هتقول له ايه باسورد، ها مثلا 123، وبعد كده تقول له ايه، تقول له لوجن. تمام، فدي طريقة ان وانت داخل الكونسول هيسألك يقول لك ايه، وريني الباسورد. لو انت عاوز تخليه يقول لك اليوزر نيم وباسورد، يعني يطلب منك يوزر نيم وباسورد، عادي بسيطة جدا. هتيجي ممكن تيجي في الكونفج، في الكونفيجريشن مود، وهتقول له ايه يوزر نيم، وتحط اليوزر نيم مثلا علي، والباسورد تقول له مثلا ايه 123، تمام الباسورد، وبعد كده هتقول له لاين كونسول 0، لاين كونسول 0، وبعد كده هتقول له ايه لوجن، لوجن لوجن ايه لوجن، يعني خزنها في الداتابيز. يعني اول ما تيجي تلوجن سيرش بقى في الداتابيز وهات لي اليوزر نيم والايه والباسورد. فاحنا كده ايه عملنا سيكيور على مين؟ على اليوزر مود او الكونسول مود. لو اي حد في الشارع جه حط كيبل كده ودخل، لا يقول له استنى وريني الباسورد. تمام، طب تعال نعملها كده، تعال نعملها. هنيجي هنا من هنا، او ممكن تيجي من الجهاز اهو عادي جدا، وتخش من التيرمينال واوكي هيدخلك على السويتش عادي. عاوزين نعمل ايه؟ هنيجي في الكونفيجريشن مود، لازم تقف هنا. تمام، وتقول له لاين ها كونسول 0، لاحظ دخلك فين كونفيج داش لاين، اسمه ايه ده اللي احنا لسه قايلين عليه ده، اللاين مود في الاول خالص لو تفتكر. وبعد كده هقول له باسورد تب مثلا 123. طبعا انا هنا حاطط 123 ده بس ايه تسهيلا كده، لكن انت المفروض انت كاي تي انجينير او اي تي ستاف في الشركه هتحط طبعا حاجه كومبلكس، كاركتر على نمبرز على سبيشال كاركتر وغيره وغيره، بحيث محدش يعرف يخمنها يعني. وهتقول له ايه انتر، وبعد كده تقول له ايه لوجن اهي. لما ما كملش معاك الكلمه حاولت ايه تواصلها كام حرف زياده كده بحيث ايه يقدر هو يكمل. تمام، تعال نعمل اكزت. اكزت احنا كده عملنا ايه، لاحظ ان احنا هنا عملنا لاين كونسول 0 وباسورد، عملنا باسورد على مين؟ على اليوزر مود. طب تعالى نعمل اكزت كده كمان، احنا كده في البريفج. طب تعالى نعمل اكزت على اليوزر، المفروض يطلب مني فوق لما نطلع كمان يطلب مني الايه الباسورد. اكزت اضغط اهو، قال لي ايه باسورد. تمام، هقول له 123 انتر. لاحظ وانت بتكتب 123 هي مش ظاهره اصلا، فعشان ممكن تكتب وتقول ده ما بيكتبش، لا هو بيكتب بس مش ظاهر. تمام، فدخلني فين؟ في اليوزر ايه، في اليوزر مود زي ما انت شايف اهو. تمام كده، تمام. فدي نقطه مهمه برضو تاخد بالك ايه منها. بعد كده هقول له انيبل كونف ها تيرمينال، ممكن ما تكملش الكلمه عادي وتضغط انتر هيكملها عادي. تمام، فاحنا كده ايه عملنا الباسورد. لاحظ في امر، امر كده هناخده على جنب اسمه شو رانينج، يعني شو رانينج هتيجي فين؟ هتيجي على البريفليجد مود، البريفليجد يعني ده اسم السويتش مثلا، ده البريفليجد مود، وتكتب شو رانينج اهو داش كونفيجريشن. خلينا نشوفها هنا بالتفصيل اهو، خلينا نطلع اكزت، هنيجي نعمل اكزت، ده البريفليج صح، هقول له شو رانينج ما تكملش اضغط تاب هو بيكملها لك، فانت اسمها ايه رانينج داش كونفيج اهو، فهنقول شو رانينج داش ايه كونفيج. تمام، الامر ده بيعمل لك ايه، بيعمل لك شو للرانينج كونفيجريشن اللي انت ايه كتبتها. تمام، وفي امر تاني برضه هتكتبه فين، في البريفليج، اسمه شو ستارت اب، ستارت اب داش كونفيج. على بس نشوف انا كده كاتبها صح ولا لا، نحذف ده اسمها ستارت
ستارت اب داش اي كونفج. تمام، فالشو راننج زي ما قلنا في الفيديو، احنا عندنا ايه كونفيجريشن نوعين، يا اما راننج اللي هي حاليا اللي احنا لسه بنكتبها حاليا على السويتش، وفي الستارت اب اللي هي اوريدي اتخزنت على السويتش. فانا لو عملت شو راننج هيظهر لي كل الاوامر اللي انا كاتبها حاليا حالا. طب تعالى نعمل كده شو راننج اهو. ها لو قلنا شو راننج بالشكل ده كده، اضغط انتر، هتلاقي دي كل الايه الحاجات اللي هي المفروض راننج حاليا. لو انا ضغطت سبيس هينزلني ايه سطر سطر، سوري لو انا ضغطت سبيس هينزلني بيج بيج، يعني صفحة صفحة، او هينزلني مجموعة ايه سطور مع بعض يعني. خلينا نعملها تاني شو راننج اهو. لو انت ضغطت انتر، هينزلك سطر سطر او زي ما انت شايف. طب احنا كده هنطول، ممكن نضغط سبيس او مسطرة هينزلنا ايه مجموعة سطور مع بعض زي ما انت شايف كده. تمام، لاحظ احنا كتبنا ايه لاين كونسول زيرو وباسورد 1 2 3 لوج، مش دي اللي احنا كتبناها؟ اه دي اللي احنا فعلا كتبناها. وكتبنا ايه تاني فين؟ فكل الاوامر اللي انت بتكتبها هنا هتلاقيها ايه، هتلاقيها موجودة هنا. يعني انا مثلا لو جينا اهو نغير اسمه، هنقول conf terminal ونقول host name اسمه مثلا حسين كده، اتغير على اعمل exit. نيجي فين؟ احنا قلنا في البريفليج ده عشان نعمل شو، هقول له شو لمين؟ للرننج. ننزل سطر سطر بانتر او بالسبيس هينزل. لاحظ فين بقى الهوست اللي انا كتبتها؟ تعال ندور على اهي، دي الهوست نيم حسين. فدي الرننج كونفيجريشن بتظهر لك اي اوامر انت بتكتبها على طول بتظهر لك فين في الرننج، فين كونفيجريشن. تمام تمام كده. فزي ما احنا شفنا، نرجع تاني للايه الموضوع بتاعنا، ان احنا ايه عملنا سكيور لليوزر مود او الكونسول مود، يعني اي حد هيجي يخش جاب جهاز كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين وحط، هيقول له لا استنى انت رايح فين، وريني الايه الباسورد. وشفناها مع بعض. طب تعالى لو احنا حابين مثلا ان احنا نشيل الباسورد ده هنعمل ايه؟ هتروح تدخل على اللاين كونسول زيرو، تمام، وتقول له ايه نو ايه نو باسورد. ده لو انت حابب تشيل ايه تشيل الباسورد نو ايه باسورد، بس ده طبعا لازم تكون جوه مين، جوه اللاين كونسول زيرو، يعني في الكونفيج داش لاين، يعني ايه في هاش طبعا هنا، هتقول له نو ايه نو باسورد في كونفيج داش ايه داش لاين، هتقول له نو باسورد. تعالى هنا كده اهو نعملها مع بعض. هنعملها ازاي؟ هنروح نقول له conf terminal، وبعد كده نقول له ايه line console zero، وهبدأ اقول له ايه نو ايه نو باسورد اهو، المفروض كده اتشال. طب تعالى نشوف اتشال ولا لا، هيطلب يعني نرجع بره كده نشوف هيطلب مننا ولا لا. exit اهو ما طلبش، دخلنا على ايه على اليوزر مود عادي جدا، ما طلبش مننا ايه باسورد. تمام، طب تعالى نعمل دي بقى، تعالى نعمل دي يطلب مننا ايه يوزر نيم وايه وباسورد. هنعملها ازاي؟ عادي بسيطة، هنروح هنا اهو هنقول له انيبل، وبعد كده conf terminal. هنيجي نقول له ايه يوزر نيم، هقول له مثلا علي، وباسورد 1 2 3، وهقول له بعد كده لاين كونسول زيرو، وبعد كده هقول له لوجن لوكال تمام كليك في الداتابيز بقى. لو عملت اكزت تمام وعملت اكزت تاني اهو، هتلاقي انت هنا ايه طالب منك الايه اليوزر نيم، فهقول له اسمه احنا حطينا علي صح، علي، هيقول لي باسورد، هقول له علي الباسورد، اقول له 1 2 3 اهو، هيبدا ايه يدخل. وبالتالي احنا كده عرفنا ازاي بنحط باسورد تمام بالشكل ده كده، فاهم؟ زي ما احنا شايفين بنحط يا اما هنا باسورد يا اما بنحط يوزر نيم وايه وباسورد زي ما احنا شفنا كده. وازاي برضو ايه بنشيل الباسورد لو احنا حابين ان احنا نشيله، نقول له نو باسورد.
يعني. بس لازم نخش الاول على الايه، على الكونفيج داش لاين، على اللي هو اللاين انترفيس. يعني هنا نخش على اللاين كونسول زيرو ونقول له نو ايه بس، تمام. فدي كانت ايه اول حاجه معانا، اللي احنا من سكيور اليوزر مود او الايه الكونسول، تمام. ده كويس جدا. تعال نكمل مع بعض. لو احنا فرضا مثلا، فرضا ان مثلا واحد هاكر عرف الباسورد اللي هو في الاول ده خالص، تمام، عشان اليوزر مود عرفه. طب ايه رأيك نحط لما يجي يكتب كلمة enable نحط له باسورد كمان هنا على privileged mode؟ ايه رأيك؟ فنصعب عليه اكتر، صح؟ فدي هتبقى تاني حاجة معانا، ان احنا هنعمل secure لمين؟ للبريفليجد ايه مود، سكيور للبريفليجد مود. طب دي هنعملها ازاي؟ قال لك بسيطه، هتيجي على الكونفيجريشن مود وهتقول له ايه انيبل باسورد، بسيطه جدا، وتقول له مثلا 1 2 3. انت كده عملت ايه باسورد على البريفليجد مود. او ممكن لو انت عاوز تشفرها، تشفر الباسورد ده، هتيجي برضو على الكونفج، هتقول له ايه انيبل، بدل باسورد هتقول له ايه سيكريت 1 2 3. طب ايه الفرق بين سيكريت وباسورد؟ باسورد ما بتشفرش الكلمة، ده هنشوفها دلوقتي. طب سيكريت بتشفر الكلمة، خلاص. طب لو انت عاوز تشيل السيكريت ده هتقول له بسيطة، هتيجي في الكونفج في الكونفجريشن هتقول له نو انيبل سيكريت، تمام، زي ما شفنا اي حاجه بنشيلها بايه. طب لو انت هنا عاوز تشيله برضو نفس الكلام في الكونفيجريشن مود، هتقول له نو انيبل ايه انيبل باسورد. فده ايه بنحطه، او لو احنا عاوزين نشيله. طب نعملها ازاي؟ اهو تعالى نشوف مع بعض. هنروح على الكونفيجريشن مود وهبدا اقول له انيبل باسورد 1 2 3، لما انت خليها 4، تمام. وخلينا برضو نعمل enable secret 1 2 3 4. يبقى احنا كده عملنا 1 password و 1 secret. خلينا نضغط enter، تمام. هو بيقول لي يعني ان انت الاتنين نفس الباسورد يعني. تعال بس نرجع كده exit. exit هو المفروض بياخد الاقوى فيهم اللي هو مين، الباسورد سيكريت، هياخد سيكريت. فده اليوزر مود، هقول له علي، وبعد كده سوري علي، وبعد كده 1 2 3 هقول له انيبل، هيطلب مني ايه باسورد. فده سكيور لمين، للبريفليجد مود. هقول له 1 2 3 4، 1 2 3 4 هيدخلني اهو، دخلني، تمام. خلينا نعمل شو running عشان اوضح لك ايه الفرق بينهم. خلينا سبيس اهو، فين اللي انا حاططهم اهو. لاحظ ان ده enable password، فكلمه password الباسورد 1 2 3 4 بلين تكست اهي زي ما انت شايف، انما secret اهي متشفره اهي، تمام، معمول تمام، متشفره بالالجوريزم اللي هو 5 ام دي 5 او هاشنج ام دي 5 التكنيك ده. فده الفرق بين سيكريت ومين وباسورد. طب مين الأحسن؟ أكيد سيكريت، فنشتغل بمين؟ بسيكريت. فاحنا ممكن نقول له إيه، نخش على الكونفيجريشن مود ونقول له إيه نو إنيبل ها باسورد، يعني شيل الباسورد ده خلاص، فهيشيله. لو عملنا إكزيت وعملنا شو رانينج، إيه اللي أنت هتلاحظه؟ اتكلم تاني، صح؟ اتفضل مين بس؟ اللي هو السيكريت. فخلينا في الايه، في السكرت افضل من التاني، تمام. فاحنا كده عملنا ايه، تاني خطوه معانا ان احنا عملنا سكيور بريفليج مود، صعبناها على اي حد يخش لو عرف الباسورد الاولاني اليوزر، فصعبناها ان احنا ايه نحط باسورد على البريفليج. ده تاني حاجه. خلينا نشوف تالت حاجه معانا ايه هي. هو ان احنا نعمل سكيور، سكيور لمين؟ سكيور للفي تو اي لاين، الفي تو اي لاين. مش احنا قلنا اول طريقة عندنا هي الكونسول، ودي دخلنا بيها، صح؟ تاني حاجة وتالت حاجة هي التلنت والاس اس اتش، التلنت والاس اس اتش، دول طريقتين ريموتلي.
فانا لو انا هدخل تلنت او اس اس اتش فمحتاج ان انا برضو ايه اعمل عليهم سيكيو، تمام؟ مش اي حد كده داخل يخش، تمام؟ احنا قلنا دول ايه بيستخدموا عشان ايه ريموتلي، وانا قاعد في بيتي كده ورايق في الاجازه ممكن اخش على السويتش او الراوتر نعمل الاعدادات بتاعتي او نظبط اي حاجه. فطبعا ده سكيور جيت واي. طب نعمله ازاي؟ لو انت هنا هتستخدم تيلنت او اس اس اتش ففي اوامر هنا وفي اوامر هنا. الخصها لك ببساطه شديده، لو انت هتعمل تيلنت هتفعل التيلنت هتيجي على الكونفيجريشن مود هتقول له ايه بقى، ها لاين في تو واي من 0 مثلا ل 5، دي على حسب ما اليوزر. يعني انا لو قلت من 0 ل 5 في كام يوزر؟ في 6 يوزر. طب من 0 ل 10 يبقى 11 يوزر وهكذا. فمعناها ايه برضو؟ معناها ان يعني انا قلت من 0 ل 5 في 6 اشخاص ممكن يدخلوا يعملوا تلنت في نفس الوقت، دي معناها. طب لو قلت من 0 ل 7 معناها ان في 8 اشخاص عادي ممكن يخشوا يعملوا تلنت في نفس الوقت، تمام؟ على حسب الاستاف بتاع النتورك بتاعك في الشركة، حسب كام واحد يعني زميلك من المهندسين الشبكات، فتعمل ايه بعدتهم مثلا. وبعد كده تعمل ايه باسورد، هتقول له ايه باسورد مثلا 123 وتقول له ايه لوجن. احنا كده عملنا ايه، عملنا التلنت، فعلنا التلنت بحيث لو هو جاي يخش تلنت هيقول له استنى اديني الباسورد. طب اصلا انت لو هتخش تلنت هتخش ازاي تلنت؟ هتيجي تخش من على اي جهاز، طبعا مش الجهاز بتاع الكونسول طبعا، وتيجي تفتح الكوماند برومبت بتاعه، الكوماند برومبت، تمام؟ هتفتح ده وتكتب ايه، وتكتب تلنت والاي بي بتاع السويتش. هنعرف دلوقتي احنا هندي اي بي للسويتش ازاي، تمام؟ هنكتب كلمة تلنت والاي بي بتاع السويتش. طب ده كلام كويس. لو انا عاوز افعل الاس اس اتش، اول حاجه هعملها هروح على البريفليجد مود، لا هروح على الكونفيجريشن مود وهغير الاسم بتاع الاس سويتش او الراوتر، هقول له هوست نيم ودي عرفناها، بغيرها ازاي؟ اقول له مثلا اس دبليو مثلا. لاحظ ان كل الكلام اللي احنا بنعمله ده بيتطبق على السويتش او على الراوتر، يعني كل اللي احنا بنعمله ده بيتعمل على السويتش وعلى الراوتر مع بعض. وهنيجي نقول له ايه، هنقول له اي بي، هو بس في امرين ثلاثه زياده هنا في حاله الاس اس اتش، هقول له اي بي دومين دومين داش نيم، واقول له مثلا سيسكو دوت كوم، دي براحتك اي اسم، دوت كوم براحتك. احنا كده عملنا ايه دومين، وبعد كده طبعا هدي له يوزر نيم وباسورد، تمام؟ دي عارفينها قبل كده. اليوزر نيم هقول له مثلا وليكن علي، والباسورد هقول له وليكن مثلا 123، ها. وبعد كده هقول له ايه، هعمل انكريبشن تكنيك بابليك وبرايفت كي. طبعا هعملها ازاي، هقول له كريبتو كي جنريت، تمام؟ وهقول له ار اس اي. ار اس اي ده لما تاخده ان شاء الله يعني في رابعه كده، ده ار اس اي ده انكريبشن تكنيك بيستخدم عشان يسكيور العمليات اللي بتتم عن طريق بابليك كي وبرايفت كي. فانا هنا بقول له كريبتو كي جنريت ار اس اي بس، خلاص. وبعد كده هقول له ايه، هفعل بقى اللاين في تو واي بتاعنا، اهو اللاين في تو واي الامر بتاعنا اللي هو ده، هقول له لاين في تو واي مثلا من 0 ل 5. وبعد كده بس في امر زياده هقول له ترانسبورت، الترانسبورت بتاعك انبوت تحط لي فيه مين، اس اس اتش، يعني فعال الاس اس اتش. وبعد كده هقول له ايه لوجن لوجن لوكال، بس كده. احنا كده في الايه، في الاس اس اتش، في الاس اس اتش، تمام؟ هنعمل شويه الحاجات دي. احنا كده فعلنا مين، الاس اس اتش، عملنا هوست نيم ودومين يوزر نيم باسورد الكريبتو كي جنريت ار اس اي ولاين في تو واي احنا عارفينه، وترانسبورت انبوت اس اس اتش ولوجن لوكال خدناها برضو قبل كده، تمام؟ تمام. طب لو انا عاوز ادخل اكسسه ازاي؟
يعني انا عاوز ادخل من على الجهاز، هروح برضو من على الجهاز من على الكوماند برومبت، وهكتب بقى ايه، ها هكتب اس اس اتش مسافة داش ال، واسم مين، ها الاسم النيم اللي انا حطيته، اليوزر نيم، اليوزر ايه، يوزر نيم اللي احنا حطيناه. وبعد كده هنحط الايه، الاي بي، ودي احنا قلنا الاي بي هنعرف ازاي هنحط اي بي دلوقتي للسويتش. تمام، فانا هقول اس اس اتش داش ال مسافة داش ال مسافة اليوزر نيم. مين اليوزر نيم ده؟ اليوزر نيم ده اللي احنا حطيناه ده اليوزر نيم اللي انت هتحطه. وبعد كده تحط مين؟ تحط الاي بي. طب تعالى نشوف الكلام ده كده، هنجرب اول حاجة التلنت. تعالى نشوف هنعملها ازاي. هنبدأ ندخل على الجهاز اهو، اقول له كونف تيرمينال، وبعد كده اقول له لاين في تي واي مثلا من 0 لـ 4، فاحنا كده قلنا ان في 5 اشخاص ممكن يدخلوا تيلنت في نفس الوقت، واقول له باسورد 1 2 ايه 3 4، خلينا ايه ماشيين هنا 1 2 3 ماشي، هنقول 1 2 3 تمام. وبعد كده اقول له ايه لوجن، شكرا على كده، اكسيت اكسيت. طب لو انا عاوز بقى ادخل تلنت ادخل ازاي؟ هاجي هو احط جهاز هنا، طبعا ده مش هينفع اخش من هنا لان ده كونسول تمام، وهوصل توصيلة عادية جدا اهو اللي هو الايه اوتوماتيك تمام، وهاجي من هنا من الجهاز ده المفروض اجي من هنا من الديسكتوب، قلنا منين إيه؟ من الكوماند برومبت اللي هو ده تمام، من الكوماند، واكتب تلنت اي بي، والمفروض اكتب التلنت اي بي، بس انا دلوقتي ما حطيتش اي بي، لاحظ يعني ما حطيتش ايه، ما حطيتش اي بي لمين، للسويتش، ولا حطيت اي بي للجهاز اصلا ده، فهحتاج ان انا احط اي بي للسويتش. طب انا هحط اي بي للسويتش ازاي؟ قال لك بسيطه، تعال نشوف هنعملها ازاي. هنيجي هنا على السويتش تمام، على الكونفيجريشن مود، على الكونفيج، وهقول له ايه، هقول له هدخل على الانترفيس اللي اسمها VLAN 1 اللي اسمها VLAN ورقمها 1 تمام، وهقول له ايه اي بي ادرس، ونديله الاي بي وليكن مثلا 10.0.0.1.0.0.1 يعني، والسبنت ماسك وليكن 255.255.255.0، وهقول له بعد كده ايه نو شط ايه شط داون، نو شط داون، دي كلها كلمة بعضها يعني نو شط داون. فانا كده بالشكل ده اديت اي بي لمين، للسويتش. فانا عشان ادي اي بي للسويتش بدخل على الانترفيس اللي اسمها VLAN وديها ورقمها 1 وديها ايه اي بي، واقول له ايه نو شت داون، نو ايه نو شت داون. طب تعالى كده اهو هنعملها ازاي، هدخل من هنا اهو كونف تيرمينال، هروح على الكونفيجريشن، وبعد كده هقول هدخل على الانترفيس اسمه VLAN، سوري VLAN كمل لوحده 1، دخل اهو، دخل فين في الانترفيس مود، هقول له ايه بقى، هقول له اي بي ادرس، هدي له مثلا اي بي 10.0.0.1 سب دوت ماسك 255.255.255.0، وهقول له نو ايه شات داون. لاحظ ان هو قال لك ايه change the state to ايه to up، ده كويس جدا. خلاص احنا كده ادينا اي بي للراجل ده، فكده زي الفل، ده كده خد اي بي ايه 10. طب تعالى نحط نوت عليها اهو، تحط نوت منين، من العلامه دي، هنقول له 10.0.0.1 على كام، على 24 تمام. تمام، طب ده هنديله كام برضو، تعالى نديله نوت هنا ونحط نقول له 10.0.0.2 على 24 اللي هو 3255 واخرها 0. وبعد كده هنبدأ نخش ده برضو نديله ايه اي بي برضو عشان ما يزعلش مننا يعني،
10.0.0.2 وهقول له سبنت ماسك، دي بتتكتب على طول 255، وبعد كده 255.0. حتى انت لو جيت تعمل بنج يعني هنا بالسيم دي، لو جيت احنا هنكتب تلنت دلوقتي، خلينا نعمل بنج الاول على 10.0.0.1، نتأكد ان هو شايفين بعض. يلا اهو شايفين بعض ولا لأ؟ تمام شايفين بعض. في ريبلاي، في ريكوست تايم اوت اللي احنا قلنا عليها، يعني راح بس مش عارف يرجع، دي اول باكت. الباقيين ردوا عادي. تعال بقى نعمل تلنت، تلنت على مين؟ 10.0.0.1 بتاع الايه السويتش، يا ترى هيدخلنا ولا لأ؟ اهو دخل. بيطلب مني مين؟ الباسورد. الباسورد ده اللي هو طالبه بتاع انهي باسورد؟ اليوزر مود ولا البريفليجد ولا التلنت او اللي هو الفي تو اي لاين، بتاع الفي تو اي لاين. هنقول له 1 2 3 انتر، دخلنا. تمام، اللي هو مين يا جماعة؟ الباسورد ده تمام بتاع التلنت. فدخلني، هبدأ أتعامل عادي جدا. enable هدخلني اهو، ده اليوزر مود طلب مني باسورد، فهدخله الباسورد بتاعه. قال لي باد باسورد، باد سيكريت، اقول له 1 2 3 4 سوري، اكتب له enable 1 2 3 4، دخلنا لان احنا كنا كاتبين 1 2 3 4. تمام، وهكذا تبدأ تعمل بقى ايه configuration remotely. فدي كانت الايه يا جماعه، دي كانت الطريقه الاولانيه معانا، ان احنا عن طريق التلنت نبدا نعمل الايه القصه دي. تمام. ممكن نيجي على السويتش، خلينا نعمل اكزت شو رانينج كونفيجريشن. فين اللي احنا عاملينه؟ احنا عاملين لاين في تو اي من 0 ل 4، وحاطين باسورد 1 2 ايه 1 2 3. خلينا نجرب الكلام ده على سويتش تاني، يعني خليني اعمل اس اس اتش بس على سويتش تاني وجهاز تاني. فسريعا كده هجيب اهو، خلينا نجيب سويتش تاني، احنا ممكن نعمله برضو على نفس السويتش بس خلينا نشوفه على جهاز تاني. اهو هاجي على ده سي ال اي بسرعة، هنضغط هنا واقول له انتر انيبل، وبعد كده هقول له كونف تيرمينال، وهبدأ اعمل ايه؟ عاوز اخش على ال اديله اي بي، هقول له انترفيس في لان 1 في لان 1، واقول له اي بي ادرس 10.0.0.1 سبنت ماسك 255.255.255.0، واقول له نو ايه نو شت داون. فخلاص بقت التشينج ستيت تو اب، قال له ايه اكزيت، احنا كده ادينا له ايه اي بي. تعالى برضو ندي للراجل ده اي بي، بس احنا وصلناهمش لبعض اصلا، هنوصلهم دلوقتي اهو. هدي له اي بي وليكن 10.0.0.2 بقى، لان الاولاني خد 1، وهنا اقول له ايه 255.255.255.0. وخلينا بس نوصلهم ببعض اهو اوتوماتيك كده خلاص. احنا اللي احنا هنعمله ايه، هنيجي نظبط الكلام ده بحيث يشتغل اس اس اتش اهو. هنيجي على السويتش، هنعمل ايه؟ هنغير اول حاجة الهوست نيم، هقول له مثلا وليكن احمد، وبعد كده هنكتب مين اي بي، هنعمل اي بي دومين زي ما احنا كاتبين هناك، دومين لازم اكتبها داش نيم، اكمل معانا اهو اي بي داش دومين داش نيم، واقول له مثلا سيسكو دوت كوم، وبعد كده هعمل يوزر نيم وليكن مثلا حسين، ده اللي انا هخش بيه بقى، فركز فيه، باسورد 1 2 3 4 5.
تمام، وبعد كده اقول له كريبتو تاب، هيكمل كريبتو كي جنريت، وبعدين هقول له ار اس اي. هو بيقول لي هاو ميني بيتس، انا هقول له مثلا 1024 بت. هو خلاص كده ال ار اس اي اهو اتكريت 1024. وبعد كده هقول له لاين في تو واي من زيرو لكام، من زيرو لاربعة، يعني انا عاوز 5 اشخاص مثلا يعني. واقول له ترانسبورت انبوت اس اس اي اتش، واقول له لوجن، لوجن لوكال. خلاص كده ايه، فعلنا مين؟ فعلنا الاس اس اتش على مين؟ على السويتش، كل الاوامر دي اللي احنا كتبناها. تعالى نروح نعمل ايه، نفتح الكوماند برومبت من على الجهاز. تمام اهو، هنيجي هنا من الجهاز ده. تعالى بس نتأكد الاول ان في البنج شغال، لازم اعمل بنج الاول. تمام، اعمل بنج اهو على 10.0.0.1 اللي هو السويتش، نتأكد بس ان هو شغال، وبعد كده هنروح نخش اس اس اتش من عليه. طب كمان زي الفل، اداني ايه ريبلاي، هقول له بقى ايه اس اس اتش مسافة داش ال، وبعد كده اليوزر نيم، مين اليوزر نيم؟ حسين صح. وبعد كده هديله الاي بي، الاي بي بتاع مين؟ بتاع السويتش اكيد يعني، 10.0.0.0.1، واضغط انتر. يا سلام دخلنا اهو، بيقول لي الباسورد، فانا اقول له الباسورد 1 2 3 4 5، مش احنا كنا حاطين من 1 ل 5؟ انتر، دخلنا. دخلنا على ايه، على السويتش اللي هو اسمه احمد، وابدا اشتغل بقى وتعامل واعمل اللي انت عاوز تعمله. انيبل، تمام. فهنا ايه، دخلنا على مين؟ على السويتش. تمام تمام ودي كانت الايه، الطريقه اللي هي الثانيه اللي هي عن طريق مين، الاس اس اي اتش، ودخلنا بيها ريموتلي على الجهاز بتاعنا، وعرفنا ازاي بندي اي بي للسويتش اللي هو انترفيس في لان 1، اي بي ادرس والسبنت ماسك ونو ايه، نو شت داون.